السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زيد خلف. اليوم جينا لكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نلعب سلسلة رامي كرافت الحلقة 7 أو 8، أنا بقول 7. طبعا اليوم مش مخطط لأشي بس عادي نلعب، يلا نبلش. طبعا عادي يمكن اليوم أنزل فيديو تاني، ما بعرف حسب. فطبعا بدي اشوف دعم على المقطع، لو بدكم اكمل بهاي السلسلة بدي يعني دعم عشان اكمل. مثلا يعني دعم لايك، ويعني دنيا ليل. يلا يعني بدي دعم ولايك، يعني بشوف كثير يعني مشاهدين، بس الاشتراك ما بيعملوا. فيكم يعني تعملوا اشتراك ولايك، لو وصل على 15 لايك بنزلكم فيديو تاني سرفايفل كرافت، او 10 لايكات. خلص 10 لايكات، بدي يوصل 10 لايكات. يعني لو بدكم سلسلة سيرفايفل كرافت اكمل فيها يوصلوا 10 لايكات. طبعا بدي اشوف ال10 لايكات. طبعا ال10 لايكات هذول بيفرقوا معي، يعني اشتراكات نحتاج. طبعا عندكم انتو خطة اعملها بهذا الورد، ولا امسح الورد هذا وارجع اعمل وورد تاني؟ قولوا رأيكم. طبعا بدي صبار، بعرف اعمل فخوخ انا الصبار، بس مفيضة هيك هيك وهيك وهيك. محتاج وحدة تانية. طبعا هاي مصيدتي. في اشي عن نحتاج لايك لو بدكم يعني اكمل. فطبعا يا مشتركين ويا مشاهدين، ايش رأيكم اعمل بيت تاني؟ انا خطتي بهذا اليوم، طبعا ما عندي خطة، بس عندي هلا خطة انه ازين البيت او اعمل بيت تاني حسب الوقت. طبعا اعمل بيت تاني او ازين البيت، ولا اعمل اروح كيفينج. انا مش فاضي للهاسك، موتك بايدي يا حبيبي، فكرني بخاف من الهاسك، موته بايدي. مشكلة بسمم، خاصة الجوع، أنا ما عندي أكل. يلا موت، بيموتش. خلص طبعا قاعد باكل بعمل. طبعا رجعنا لكم بعد ما كسرت كل الخشب اللي هون، هلا بدي أجي معكم. شوف شوف طلع لي ستاك شوي وعشرة عشان أعمل بيت جديد أو أحسن البيت. طبعا هلا هذا السابلينج كله راح احطه جنب البيت وباجي. طبعا رجعت لكم، كنت باخذ خلصت كل الددبوش تاعي اللي موجود، بس عشان اعمل ستيكات عشان اعمل درج. هيك انا خطتي، وحطيت السابلينج. طبعا شوفوا عملت غابة. طبعا خطتي هلا انه اعمل طابق تاني احط فيه السرير. لا استنوا، احط فيه السرير، نخليه مخزن. خلاص بحط فيه السرير، بخلي المخزن تحت. طبعا كل هذا الخشب كم طابق؟ 4 4. كويس، شاء الله كويس 4 كويس. ونفعل نعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك نعمل هيك. طبعا بيت من الخشب، ف
فما عندي مشكلة مع هذا التزيين اللي عامله خارج البيت، حتى يعني الخشب هذا صار عندي كتير. في أعمل بلكونة الدور الثاني وأحط فيه سرير، ويكون غرفتي أحط فيها السرير والفرن، كرافتنج تيبل وأحط فيها تشست، وأعمل بلكون يعني الأكل اللي عندي. هاي المشكلة الوارد فيه الأكل، ما فيك تلاقي لو فيك تاكل بس الصبار. اعطيني الويتات، طبعا عندي 9. طيب تريد خبزات كويس؟ يلا طعم كتير الخبز، 2.5 طعمي كويس، 2 مش ونص، 2 كويس. طبعا فطبعا هلا بنرجع، طبعا رجعنا لكم 3 2 1. مفاجأة طبعا، لسه ما طلعت فوق، شوفوا الدرج، شوفوا 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 شوفوا، ومفاجأة عملت لكم هذا المكان العجيب. طبعا مش حاطط باب بالنص عشان هيك شوفوا صار عجيب، عشان كأنه تصير برداية. فطبعا شوفوا المفاجأة، يعني مفاجأة. طبعا كول انا رايح كيفينج، احنا ايش عندي؟ جلاي دايموند، الكيف تاعنا، الكهف تاعنا هذا خليه تشعبي، خلي الكهف تشعب، خلي هذا الكهف تشعبي، هذا اللي بتعرفوه انتو. عامل له طريق، خلاص هاي طريق احسن، هيك اللي عامل له هذا الدرج فوق. من زمان كنت اضلني استهلك كل مواردي، لا مش لازم. عملت الطريق يمكن في الحلقة اللي فاتت ولا اللي قبل اللي فاتت، مش متذكر. يعني عملنا الطريق، هل ان شاء الله بهذا هاي الحلقة يكون عندنا اكتر من ميزة مميزة واحدة، يكون عندنا كتير. طبعا البيت اول اشي ان شاء الله انه نلاقي دايموند، يعني هذا احسن اشي بس اتمناه في الحلقة. واللي عجبه البيت يحط لايك ويحط الاشتراك لو ما كان حاطه بس. ولو لقيت دايموند ان شاء الله او جولد حطوا لي لايك، لو عجبكم المقطع حطوا لايك واشتراك، لو ما عجبكم حطوا ديسلايك واشتراك، بس لازم تحطوا اشتراك. كل الأحوال انا بتحداكم توصلوا لميت مشترك، تحدي الرجال، كل فيور بتفرج على المقطع لو ما كان مشترك يحط التحدي. رجال انت رجال تعمل التحدي، مش تحدي بنات، يعني تحدي رجال. تعرفوا شو يعني تحدي رجال؟ يعني اياكم تعملوا لي اشتراك، بدي اشوف يعني تقريبا وصلوا للمية، 100 مشترك. وإذا يعني انتو مشاهير انشروني، يعني حطوا شير للفيديو لأصحابكم، يعني وأخوكم أصحابكم، يعني لكتير ناس، كل اللي بيحبوا ماينكرافت أو اللي بيحبوا البيبليد أو يعني اللي بحبوا اي لعبة على الموبايل العبها، او تراش باك او اونا ولا يوغي،
كيفكم عندي يعني، ولو بدكم كلاش اوف كلانز ولا كلاش رويال ولا بيكسل جان تكتبوا لي بالتعليقات، كل اللي بحبه يعني، كل اللي بحبه الاشياء هاي. ما يخلص بكاكس طبعا، هروح ارجع او لما الاقي دايموند طبعا. لا تهتموا على المسج اللي فوق طبعا، جروب يوتيوبرز، في جروب يوتيوبرز لينك، ولو ما شفتوا تاع جروب يوتيوبرز فوتوا على قناتي وشوفوا الفيديو اللي قبل هذا، في لينك تسوي برنامج لحالك، بس انا ما بعرف كيف اسويه، لازم اعمل فيريفاي، ما بعرف كيف. طبعا جروب يوتيوبرز هذا راح اعمل اللينك بتاعه كوبي، لافا 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 لافا، سكر عليها، سكر على اللافا، سكر سكر سكر. بالله عليكم خلص هيك كويس، نروح لجنب عشان في لافا. بدرك عشان ما نلاقي دايموند ولا ايش. كويس يا حبيبي يا حبيبي، الله الله ريدستون، شفتوا؟ عشان عملت، عشان جبت لكم ريدستون لايك، بستاهل لايك، عملت لكم جروب اسمه يوتيوبرز، وعملت لكم فيديوهات ببلاد، عملت لكم حرب البيض الاصلي، بس ساهل لايك، عملت لكم بلكونه ببيتنا الجديد، قصدي ببيتنا، عملت لكم طابق تاني، ولقيت لكم ريدستون، شفتكم احسن من هيك، بستاهل لايك وبستاهل اشتراك، بستاهل سبسكرايب يعني، بستاهل شير ولا نشر. طبعا كسر البيكاكس، انا راح امسك السيف، شوفوا شو لقيت لكم، يعني بستاهل لايك وشير لاصحابكم واشتراك، يعني لغزة سر، الشير يعني. قلت لكم اش كويس ريدستون، ان شاء الله ان شاء الله بالحلقه الجاي لاقي دايموند. طبعا هاي الحلقه ما راح اطول عليكم، مش راح اطولها، بس خليني ارجع على البيت بامان. ايه كله هسك، هذا اللي بكرهه بالصحراء، ماينكرافت الصحراء كلها هاسك، الثلج الثلج كلها ستري. اوكي وين نعيش؟ بالغابة، في مكان الفخوخ هداك، نفسي اعرف، خلينا نظلنا عايشين هنا. طبعا راح نقعد على البلكونة شوي، نحط الأكل هنا، نشوي الأيرون، ونحط
هذول الموارد. استنوا نحط كول، وين هنا نحط شوية كول، 5 خلاص. يلا نحط ريدستون، نحط الديرت، نحط هذا، نحط هذا، نحط هذا كوبلستون، ونحط كوبلستون تاني، نحط كولات، نرجع كل اشي. طبعا صار ليفلي 10، نحتاج لافا. خلينا نقعد هنا، هيك هيك. يلا طبعا لايك واشتراك وكثر الشيرات وكومنت. مع السلامة. استنى نشوف ثانية، راح انهي المقطع هلا. ناخذ الايرون اول. استنوا، جن تن 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 تن. يلا ناخذ، استنوا يلا. لا مش الكول، يلا. طبعا هلا هاي اخذناها حطيناها هون، صار عندنا ستاك ايرون. ويلا مع السلامة.